أهلا بكم. محافظ الأنبار محمد نوري يؤكد أن هناك تقييما مستمرا لمسؤولي دوائر الخدمية في المحافظة وفق مقياس حسن الأداء وقبول المواطنين لعملهم. السوداني يؤكد لمحافظ بغداد ضرورة الاهتمام بأطراف العاصمة وأن تراعى جوانب ترشيب الصرف وجهاته وعملية اختيار المشاريع. في رسالة للقواعد الشعبية، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يقول إن هناك من راهن على تشتت التيار الصدري بعد الانسحاب من مجلس النواب. كتلة الجيل الجديد النيابية تعلن تسجيلها دعوى قضائية على رئيس حكومة الإقليم ونائبه بتهمة التهرب من قرارات الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم. موظفو دوائر المرور وكاتب العدل والكهرباء في السليمانية يعلنون مقاطعتهم الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم. الأنواء الجوية تحذر من سيول شرقي العراق وتؤكد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوبا بعواصف رعدية وهطول أمطار. شكرا لكم وإلى اللقاء.